السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله متابعينا الغاليين، يا هلا ومسهلا بالزوار والمشتركين الجدد. قبل كم يوم جيت وصورت الرانجر الجديد صحارة، هذا أعلى فئة، وصورت تراك هوك موجود بعد بقسم الفيديو. ويوم جيت كان ما الموجودات لا هذا ولا هذا، هذا صحارة الفئة الأقل وهذا الفئة الأعلى. وهذا الروبيكان الفئة الأقل، في أعلى منه طبعا. الصحارة يجي فئتين، الفئة اللي هو بريميوم الفل اللي هو هذا، وفئة الأقل اللي هو هذا. وعندك الريبوكون يجي فئتين، هذه أقل فئة وفي فئة أعلى بس مو موجود حاليا. خل بأخذك ملف على السريع. هذا طبعا هذا الماكينة 6 سلندر 3.6 قوة 285 حصان، صرفية الوقود نفس صرفية الوقود اللي صورته لكم قبل. هذا الشكل الداخلي، جايك الديكور هنا باللون الأحمر. الشاشة تلاحظون أصغر، وهنا زر التحكم اللي هو بالمكيف والنوافذ والدفلك والجير والدبل. الجير صار 8 سرعات، طبعا تغير شكله، صار تغيرات بسيطة يعني بشكل الأمامي بشكل خارجي. أنا بحط لكم المقطع حق الفل صحارة، وهذا بأخذ لكم على السريع. لأني صورت الصالة وقلت متابعين اختاروا أي سيارة تبونها. هذا شكله من وراء وهذا شكله من وراء. هذه فئة الصحارى الأقل. عندك هذا شكل الطبلون، مزرعة تحكم بدرك سوم ثبت سرعة، والشاشة حجمها أصغر من الفل. وهنا زر التحكم بالمكيف، وهنا حق النوافذ والجير والدبل. الفل يجي بصمة، ويجي شاشة 8 إنش. بحط لكم رابط الفل تشوفونه. طبعا قلت لكم اني سويت تصويت للمتابعين، قلت اختاروا 3 سيارات اعلى لايكات تصل السيارة راح صوره، واعلى لايك جاء على التشالنجر هلكات وعلى الرام اللي هو 1005 غمارة وعلى درانجو الاس ار تي. طبعا الفئة هذه يعتبر فئة سبورت، رام 1005، طبعا الماكينة حجمها 5.7 هيمي وبقوة 395 حصان، والعزم 556، والجير 8 سرعات. هذا فيه تشغيل عن بعد، كرسي كهرب، 6 سماعات، عندك يا طول عمر الجنط حجمه 20، انوار هولوجين، وفيه مساحات تخزين فوق بالحوض بصورها لكم الحين. وفي التحكم الالكتروني بالثبات ونظام منع غلق المكابح ورباقات اماميه وكاميرا خلفيه. طبعا الشكل الجديد 2019 تغير شكله بس ما نزل للحين، هذا 2018. 2019 صورت لكم معرض الجنيف الدولي اللي صار بشهر مارس اللي راح، بحط لكم الرابط. صورت اعلى فئه ليمتد غمرتين. هذا الجنط مقاسه 20، في دواسه المنيوم، وحجم الماكينه اللي هي هيمي 5.7، وفي إشارة بمراية ومقابض بنفس لون السيارة، الأنوار هوليجين أصفر عادي، هذا شكل من قدام. الشبك
مصبوغ بنفس لون السيارة مع اللون الأسود. هذا شكله. وبالنسبة للمفتاح هذا المفتاح. المفتاح فيه تشغيل عن بعد. هذا الأنوار باللون الأصفر. طبعا هوريجين أصفر. وهذا حق الإشارة. وعندك كشفات ضباب. وبدون حساسات أمامية. المكان ضيق فما أقدر أطلع الواجهة كاملة. بالنسبة للفتحات هذه مو فتحات تبريد، هذه زينة بس. وهذا سعره الإجمالي 150,000. وهذه ورقة المواصفات، حجم الماكينة، وقوة الأحصنة 395 حصان. صيانة مجانية، عندك 2 أو 40,000 كيلو على حسب جدول الصيانة المعتمد. وهذا شكله مع الجنب. عجبني صراحة أكثر شيء الصندوق أو مساحة التخزين اللي هنا جاية بالجنبين، اللي هو رام بوكس هنا. والله تعتبر مساحة كبيرة فيها إضاءة، وكويس إنهم مستغلين المكان هذا. شوف حجمه ما شاء الله كبير، تصير بالشكل هذا إذا فتحته. طبعا الأنوار والصبات كلها عادية مو LED، وفيه إنارة بالحوض. هذا الشكل الصبات ومخارج الشكمان 2 ودفع رباعي. طبعا عندك هنا مقابض حقت اللي هو حق القلص أو التسعف شيء. وفي كاميرا خلفية. وهذا الباب حق الحوض. هذا شكله. حطي لك الحاجز هذا عشان أغراضك ما تتنثر. وفي إضاءة هنا. وما في حساسات خلفية. وعندك بعد مساحة تخزين واحدة ثانية هنا. الله أكبر. هذا شكله إذا فتحت الدروج اللي على الجنب. عندك دخول ذكي. هذا شكل السيارة من داخل. وهنا مساحات تخزين، وهنا بعد مساحات تخزين. وعندك تحكم اللي هو بنوافذ أوتو للسواق والراكب، قفل مركزي، وهنا التحكم بالمرايا. وهذا جايك زي التخشيب بس لونه فضي. وكرسي كهرب للسواق بس الراكب منول. وعندك يا طول العمر هنا التحكم اللي هو بالنور، وهنا تقرب الدعسة، وهنا ترفع الدركسون، والزر هذا تحكم بتركات حقات الشاشة في نفسه بس بالجهة الثانية تطور وتقصر. جيران طبعا مو كهرب. مساحات التخزين بحكم انه حوض حاطين لك بكل مكان. هنا مساحة التخزين بعد. هنشوف ايش اللي فيه هنا. وهنا عندك مساحة تخزين، وفي هنا بعد حق 12 فولت، وهذا حق حامل كواب حق الدخان. وعندك يا طول عمر هنا بعد في مساحة تخزين. والله بكل مكان مساحة تخزين. في تسخين مراتب مو تبريد، تسخين للدركسون والزر حق فاصل مع الانزلاق، وهذا حق إذا بغيت تسحب مقطورة. وهنا عندك ستارت، وهذا الجير، وعندك هنا الدبل. هذه الشاشة 8 إنش. خل نركب ونشغل لكم. خذ لكم لفة.
تقول بسم الله. هذا الشكل الداخلي قبل أشغل السيارة. نقول بسم الله. أوريكم الكاميرا. هذه كاميرا. كاميرا خلفية بس. طفي الصوت عشان الإزعاج. عجبني إنه في شاشة هنا بالنص، شاشة كبيرة بعد. تقريبا حجمها 7 إنش. هذه اللي هي شاشة المعلومات حقت السيارة. عندك هنا زر التحكم اللي هو بالشاشة وأوامر صوتية وبلوتوث، وهنا نثبت السرعة، تقصر وتزود وتنقص بالسرعة، وهذا التبديل للجير. يعني بدل مو شفتر حاطين لك زر، وأنا لو شوف لو شفتر بيصير أفضل من إنه يكون زر. وهذه الشاشة حقت المعلومات، شوفوا وين وش الأشياء اللي تعطيك، اللي هو حق الرسائل هنا، وهذا حق اللي هو الرادو، وهنا كمبيوتر الرحلات. هذا كذا احسن. وعنده كم يمشيك تانكي، وهذا حساس حق ضغطها والكفرات. صراحة شغل والله، هذا عداد الكتروني يصير. سمعت ليش الإضاءة طالع شكله كذا. واضح لكم كذا احسن صح؟ نشوف. ايه هنا كويس. هذا الزر حق المعليش، هذا العلامة حقت البوصلة، وهذه درجة الحرارة. نشوف لكم احسن كذا. طب لونه 200 طبعا. وعندك حق الزيت وحق الحرارة وحق البطارية، الأشياء اللي أنتم عارفينها. وهذه الشاشة، شاشة حجمها 8 إنش، في طول العمر تقدر تصفحها عن طريق هذا. وهذا الأبس، معلومات حقت السيارة. عندك هذه الإضاءة، عندك تشبك الجوال، وعندك طول عمرها حق تسخين اللي هو حق المرتبة، وهنا نافيجيشن، وهذا تقدر تشبك جوالك. فتحة التكييف جاية هنا، وفي 6 سماعات، مساحة تخزين هنا. هذا شكل من فوق، والله جميل للتصميم صراحة. وعندك هنا مخرج ثلاثي، فيش صغير. وهذه الأشياء كلها قلت لكم. عندنا بعد، اوه الله الشغل عدل صراحة، شغل مرتب. هنا مخارج اليو اس بي، مخرجين والايو اكس، وجايك الدرج طبختين. الحلو لو الدرج اللي تحت الثلاجة كان يكمل، على قولتهم يكمل زين. هذا الدرج على حجم هذا يصير فيه ثلاجة، كان يا سلام. هنا مدخل حق سيدي. وعندك بعد هذا الدرج، وفي درج ثاني، وفي قفل مركزي للراكب. والباقات في اماميه وجانبيه بعد ما شاء الله. اوريكم جهه الراكب واوريكم الماكينه. وهذه الماكينه 5.7، وقوة الأحصنة 395، والعزم 556 نيوتن، 8 سلندر. أشغل لكم نور الجوال عشان تاخذه. إن شاء الله واضح لكم من النور، الكبوت مغطي الإضاءة اللي فوق.
بس سلامتكم، وريكم جهة الراكب. بس هذا جهة الراكب، كرسي يدوي حق الراكب، وفي عندهم ساحة تخزين. وبس سلامتكم يا الغالين، ومثل ما انتم عارفين والمتابعين القدامى عارفين اكثر، انه احنا ما لنا علاقه بالاسعار سواء غالي او رخيص. احنا اللي نقدر نسويه نقول لكم اسعار السيارات ومواصفاتها فقط، ولا الود ودي لو بيدي حل حطيتكم سياره بنص السعر، لكن مثل ما انتم عارفين ما لنا اي علاقه. بحط لكم الرابط حق الرانجرل وتراك هوك، وبنصور لكم ان شاء الله السيارتين الباقيه اللي هي درانجو الاس ار تي والتشالنجر ان شاء الله. فمان الله وبحفظ الكريم.